أحسن الله إليكم. يستفسر أيضا عن آية كريمة في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ويقول: أيهما أولى، الإسلام أو الإيمان؟ الإسلام أولا، وهو الدخول الإسلام بالنطق بالشهادتين، والإيمان فوقه، فوق الإسلام، والإحسان فوق الاثنين. فالدين مراتب: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، كما في حديث جبريل. والأعراب إنما أنكر الله عليهم أنهم ادعوا أنهم آمنوا إيمانا كاملا. قالت الأعراب آمنا، ادعوا لأنفسهم إيمانا كاملا، وهم حديث العهد بالإسلام، لم يتمكن الإيمان من قلوبهم ولم يتعلموا. عندهم إيمان لكنه ليس كما ادعوه. قالت الأعراب آمنا ولم تؤمنوا، يعني لم تؤمنوا الإيمان الكامل، ولكنهم سيحصل لهم ذلك، لأن الله قال: ولما يدخل الإيمان في قلوب. كلمة لما تدل على توقع المستقبل، لم يؤيسهم الله سبحانه وتعالى من رسوخ الإيمان وتكامل الإيمان في قلوبهم، وإنما أنكر عليهم أنهم ادعوا شيئا لم يصلوا إليه، وأيضا ادعوا لأنفسهم الكمال. والمؤمن يرى أنه مقصر، وأنه مهما عمل فإنه مقصر بحق الله عز وجل، ولا يدعي كمال العلم لأنه جاهل. إلا من علمه الله يعترف بقصوره من أجل أن يسعى في الكمال. أما إذا كمل نفسه فإنه ينقص، وربما يعتمد على ما عنده ولا يتزوج، وما عنده قليل لا يكفيه. يجب على طالب العلم أن يعرف قدر نفسه. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. نعم.